للحديث عن تطورات المشهد الإنساني والعسكري في درعا السورية مع استمرار النظام وميليشياته حصارها وسط تقدم المعارضة السورية في عدة حواجز، معنا من إسطنبول المحلل السياسي السوري الأستاذ أيمن العاسمي. أستاذ أيمن، بداية مرحبا بك. يعني كيف ترى، يعني هل جرى التوصل بالفعل إلى تسوية جديدة مع النظام الذي خرق اتفاق التسوية والذي عقد من قبل برعاية روسية؟ كيف تنظر إليه؟ نعم ألو؟ تفضل أستاذ. نعم، أنا بسمع سؤالك لأن حقيقة تقطع الخط. يعني سألتك هل تم التوصل إلى تسوية جديدة مع النظام الذي خرق الاتفاق؟ يا سيدي، حقيقة حتى أجيب عن هذا السؤال يجب أن أعطيك مقدمة. بداية تحية لك ولمشاهديك ولمستمعيك. حياكم الله. المقدمة تتضمن بأن ما يحدث الآن في الجنوب يكشف مدى الإمكانية التي تستطيع فيها روسيا أن تفرض رأيها على الميليشيات الإيرانية. حقيقة ما حدث في الجنوب يؤكد على أن كان يعتقد البعض بأن روسيا هي جزء من الحل، وأنها ربما تساعد على الحل، وأنها تستطيع أن تكبح جماح الميليشيات الإيرانية. لكن ما حدث هو العكس تماما، بأن إيران فرضت رؤيتها في المنطقة الجنوبية على روسيا، لأنه تم الاتفاق في الأصل مع روسيا بين اللجنة المركزية وأبناء درعا مع المجموعات التي تمثل روسيا بما فيها النظام طبعا، بأن تنتشر قوات معينة في درعا البلد. تفاجأنا بدل أن يتم تطبيق الاتفاق الساعة 9 صباحا يوم أمس، شاهدنا قوات من الفرقة الرابعة تتبع لإيران وقوات من الفرقة السابعة والتاسعة أيضا تتبع لإيران تحاول اقتحام المنطقة من 4 محاور المنطقة التي نتحدث عنها درعا البلد. هذا يؤكد على أن اليد الطولة في المنطقة الجنوبية لإيران، طبعا إذا استثنينا الآن دور الأحالي والثوار، لكن أنا أتكلم بين طرفين محتلين، المحتل الروسي والمحتل الإيراني. فحقيقة هذه ما تم في الجنوب كشف الوجه الحقيقي لروسيا وما هي إمكانيتها بأن تكون ضامنا للحل، مع كلمة يعني مع خطوط كثيرة تحت كلمة ضامن. أنا لا أعتقد أنها ضامن، روسيا هي محتل وعدو في طبيعة الحال، لكن نحن مجبرون على التفاوض معها في بعض الأوقات. هذا لا يعني أننا متفقون معها، لكن واضح تماما أنها الآن أصبحت جزء من المجموعات التي تسيرها إيران. ربما يستغرب البعض هذا الكلام، هل روسيا هي جزء من قوات تتحكم في إيران؟ نعم، هناك ضباط روس، أنا أؤكد لك بأن إيران قامت بشرائهم بالمال، وضباط من رتبة بولاد. هل يمكن الوثوق بالنظام والميليشيات الموالية له بعد كل ما جرى من قصف للمدينة؟ لا يمكن الوثوق أبدا، لأن النظام أصلا ليس لديه قرار. قرار النظام مرتبط بطرفين رئيسيين، الطرف الأول هو الروسي والطرف الأقوى هو الإيراني. لذلك عندما يتم الحديث على أننا تفاوضنا مع النظام هي كلمة مجازية أخي الكريم، هي ليست كلمة دقيقة. يعني بالنسبة للدور الروسي الذي تتحدث عنه أستاذ، يعني هل يمكن مستقبلا المراهنة عليه؟ نعم، هذا ما أريد أن أصل له تماما، وهذا ما أردت أن تسألني إياه. لا يمكن التعويل بأي حال من الأحوال على الدور الروسي، لأنه أنا بعتقد أن روسيا الآن كشفت بشكل كامل، أو كشف وجهها بشكل كامل في المنطقة الجنوبية من خلال هذه المعركة التي حدثت. لذلك لا أعتقد أن يستطيع المجتمع الدولي أن يعول، وإذا كان هناك دول عربية تعول على دور روسي وتعول على إمكانية روسيا في إبعاد الإيرانيين عن المنطقة الجنوبية وعن حدود إسرائيل أيضا والأردن، لا أعتقد أن روسيا لديها القدرة ولا يمكن التعويل على دورها. يعني لماذا ماذا بالنسبة للدور الروسي، كيف يمكن فهمه يعني مع العلم إلى الآن لم يشترك فيه يعني سلاح الجو الروسي أو تدخل الطيران الروسي إلى هذه اللحظة؟ كيف يمكن فهم هذا الدور؟ سيدي، من الناحية العسكرية طبعا لا تحسم المعركة بسلاح الجو بشكل مؤكد، إنما تحسم بسلاح البر. هذا من الناحية العسكرية، وحكم أنني كنت عضو مجلس عسكري فأنا أفهم بهذه التفاصيل كثيرا. قضية عدم تدخلها ربما هي ترسل إشارة بأنك يا إيران لن تستطيع أن تحسم الموقف إذا لم نكن نحن متفقون وإذا لم نكن نحن موجودون لتغطية أي اتفاق. فبالتالي
هي ترسل هذه الرسالة، وإيران ترسل رسالة أيضا بأننا لا تستطيعون أن تستثنونا من أي اتفاق، وبالتالي لدينا قوات البرية على الأرض وما يحسب هو البر. لكن ثق تماما، إذا روسيا تراجعت الخلف وتركت الإيرانيين والنظام في سوريا لوحدهم، أنا متأكد أنهم سيدفعون الثمن هؤلاء المجموعات المتطرفة الإرهابية من زينبيون وفاطميون وغيرهم. طيب. ومجموعات أتت أمام هذه المعركة أستاذ أيمن، ما هي مكاسب مقاتلي درعا فيها؟ سيدي، حقيقة ما حدث بالأمس، تم أسر أكثر من 190 عنصر من قوات النظام، وهناك مناطق سقطت بشكل كبير، لكن أنا لا أريد يعني أقوم بتعداد العناصر والأعداد وغيرها، لكن أريد أن يعني أن أوصل عبارة مفادها وفكرة مفادها للناس جميعا، بأن هذا النظام هش لولا التدخل الروسي وثم الإيراني، وإذا استثنينا الروسي بشكل خاص، لا أعتقد أن النظام يستطيع أن يفعل شيء، وسينهار في ظرف 6 ساعات. تصور أخي الكريم، 6 ساعات كانت كافية لتحرير كافة المنطقة الجنوبية من شرقها إلى غربها، عدا بعض الجيوب التي بقيت فيها قوات متحصنة قديمة بحكم قواعد موجودة في الأصل. فهذا الأمر يدلل على أنه النظام هش ولا يستطيع أن يصمد. إذا روسيا غادرت سوريا أو تراجعت خطوة، لن يصمد النظام أيام معدودة، وهذا ما قاله لافروف عندما قال في 2015 لو لم نتدخل خلال 15 يوما لسقط النظام. وهذا ما هذه معركة الأمس أثبتت هذه العبارة. أثبتت عبارة من عدو أنها صحيحة. من إسطنبول المحلل السياسي السوري الأستاذ أيمن العاصمي، شكرا جزيلا لك.